عثمان ابو بكر مالي وصاني وحذرني اكثر من مره، قال لي انا في شيء ابى ارد عليه على خالد قاضي بسبب الاوراق اللي جابها امس. صح صحيح. نعم صح صحيح. هو طبعا موضوع امس اللي كان الاوراق توضيح. الاوراق اللي اظهر الزميل خالد جاتني ردود الحقيقه، ردين من رئيسين سابقين في الاتحاد. اوكي. والرد الاهم انه خالد مدان باعتذار للزميل عدنان جستنيه، لانه الفتره اللي اتكلم فيها فتره العقد عدنان ما كان مدير المركز الاعلامي، كان زميل اخر هو مدير المركز الاعلامي. عدنان يعني قصدك بعدها جان كمدير عدنان عمي. لا ترك قبلها، ترك 2007 كان ترك. اعلامي كان اعلامي، بس اقصد ما كان له اي صفه رسميه في النادي، كان الزميل عمر الكاملي هو مدير المركز الاعلامي. حتى هذا واحد كان فيها، خلينا نغلق بعدين، برضو كانت فيها مشاكل ماليه. لا انا اتكلم عن العقود هذه اللي احنا نتحدث عنها. نعم. وانت انه عدنان عشان من حقه يعني انا نعطيه حقه انه ما كان موجود باي صفه رسميه. كان عمر كاملي، كان عمر الكاملي هو. حتى عمر اذا يحب يتداخل معانا يوضح اي جزئيه من الكلام. هو الموضوع ما له علاقه، الموضوع ما له علاقه بعمر، لانه كان تحدي بين خالد وعدنان. لا بين عدنان وخالد هو اللي بدا. طيب معلش، بس كان بين عدنان وخالد، وكان خالد مصر على انه هذه الفتره كان عدنان موجود في المركز الاعلامي. هذا واحد. ثانيا، في رئيس سابق في النادي اتكلم يقول كل المعلومات اللي قلتوها كانت يعني حقيقيه ما عدا الفتره الزمنيه بين العقدين، يقول التواريخ ما كانت دقيقه، وشرح هو كان رئيس يعني، وشرح السبب في وجود ثلاث شركات كوضع مختلف عن عقد الاتصالات مع الانديه الاخرى. من هو اللي شرح عفوا؟ هو هذا شرح لي يعني. أيه الشخص. نعم. ويقول انه السبب، والسبب مقنع من وجهة نظره ومن وجهة نظر كبار الاتحادين، انه في عام 1422 حقوق الاستثمار في النادي تم بيعها بالكامل لاحد الشركات، وفي عام 1429 عندما جاء عقد الاتصالات اصطدم هذا العقد بانه حقوق النادي الاستثمارية كلها مباعة لاحد الشركات بالكامل ولمدة 15 عام، وبالتالي كان ما في مجال انه الشركه المسوقه تدخل بالعقد في نادي الاتحاد. طيب. فجاء الحل من احد حكماء الاتحاد الحقيقه، من العضو الداعم يعني، حل الموضوع. قديم هذا الكلام ها؟ 1429. اوه. ما هو كان الحلقه اخذت وقت كبير عن هذا الكلام. فجاء الحل بانه تدخل هذه الشركات، الشركتين اللي وقع عام 22 وشركة ثالثة تدخل في الموضوع مع الشركة المسوقة من أجل حل الموضوع، ويكون الدخل بالكامل لنادي الاتحاد. ويقسم بالله أنه الشركتين اللي دخلوا مع الشركة المسوقة لم يأخذوا ولا ريالا واحدا من النسبة المقررة لهم في. طيب. في العقد. ماشي. الموضوع الثالث والأخير برضو سريع. برضو أحد رؤساء النادي السابقين على موضوع سيارة، وأنه من حقه أنه انه 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 يطالب ب بمستحقاته، وفي تاكيد على انه الكلام اللي قلته انا عن الدعوه اللي رفعت من نادي الاتحاد على 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 شركه الاتصالات، الموضوع اللي كان موجود انه بالفعل التفويض اعطي في اخر مره في 2017 للمحامي فاضل فيومي، والموضوع بالكامل عنده، ما ندري هل جدد التفويض في ممتاز. السنه الاخيره او لا. قضيت وعلمي قضيت. ابغى اقول كلمتين لانه طرف القضيه انا. وعد كلمتين يعني. الاخ عثمان قال رايه امس، وانا التفاصيل ما تعنيني، انا بتعامل مع اوراق الاراء يعني. 60 ورقه ما انتم مصدقين عشان معلومه قلتها انه عدنان ما كان مدير مركز الاعلام. لا ما احنا مصدقين، احنا بنعطي عدنان. لحظه لو سمحت بصهيب، بصهيب لحظه ولا. لحظه لو سمحت يعني سبتوا الزبده. لحظه لو سمحت يا كابتن لحظه لو سمحت. خالد قاضي ساكت، خلاك تقول كل ثلاث نقاط اللي عندك، خلي يقول هو ما يعني الموضوع. بالعكس انا بادعم كلامه. ما يخالف. لا 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 تقول شيء، لا لا تقول شيء، خليه يقول اللي يبي. انا بقول يعني سبتوا 60 70 ورقه اللي جايبها كلها صحيحه ومسقه، ومسكتوا معلومه صغيره انه عدنان كان مدير مركز. انا ما يعني كان مدير مركز اعلامي او ما كان، حتى وانا اختلف المعلومه، لكن هو الرجل تحداني بوجودك يا طارق. قلت اقرب ظهور لي هجيب الاوراق. ماشي. انا الجزئيه اللي تهمني التفاصيل، انا والله لاني مع معسكر ولا اتعرض الى ضغوط ولا اني اتحادي اصلا. يا سلام. فانا ردا على عدنان جستنيه، انا الموضوع بالنسبه لي انتهى يعني، ما اكثر من اللي جبته امس ما حقوله. يا سلام عليك ابو فهد. خلينا نسمع صوت ابو فهد. انا 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 ترى الماده اللي قالها خالد قاضي ماده اعلاميه محروقه، لانها نشرت في جريده الرياضيه تحت اسم الإعلامي محمد العاطفي،
والشركات الثلاث اللي كانت مسيطرة العاطفي العاصمي محمد معروف العاصمي العاصمي, العاصمي. العاصمي. والمادة الإعلامية هذه نشرت في وقتها وصارت عليها ضجيج. وش الشركات الثلاث؟ ما أدري إذا تسمحوني أقول أساميها معروفة. جيب العدد. أنا بكرة أنا هأجل سفري إلى بكرة. جيب لي العدد وطلعوا قدام الشاشة. ما من محمد العاصمي انت كنت تشتغل معاي. انت قاضي. انت تشتغل معاه. ايش قلنا احنا قبل الهواء؟ ايش قلنا قبل الهواء؟ ايش قلنا قبل الهواء؟ ارجوكم انا كنت مسؤول تحرير يا ابو خالد قاضي. ارجوك خالد محمد العاصمي كان متعاون معايا ما ينشر حاجه. طيب الماده هذه